شوف هسه الكل يعرف الكورونا فيروس تنفسي، واهم الاعراض البي دائما تنفسيه، وسبب الوفيات دائما مشاكل بالرئه تصير من وراء الفيروس. بس هسه من تسال اي شخص مصاب او انصاب قبل فتره يقول لك كان عنده اعراض هضميه، بطنه توجعه، ممكن اسهال، تقيؤ، فقدان للشهيه، كل هاي اعراض معويه وجهاز هضمي. زين شنو ربط فيروس تنفسي باعراض هضميه؟ ممكن البعض يقول هو التهاب عام وتصير، هو قد يكون التهاب عام، بس هل هو هذا السبب الأساسي؟ بشكل كلش مختصر، الفيروس من يهاجم ومن يريد يدخل الخلية راح يستخدم مستقبل اسمه ACE2. هذا موجود منه بالرئة، بالأوعية الدموية، بالدماغ، بالكبد، بالكلية، حتى أصابع الخصر، تقريبا بكل مكان بالجسم. واحدة من أهم الأماكن اللي يكون موجود بها هواي هذا المستقبل اللي هو الجهاز الهضمي. إذا الفيروس نزل للجهاز الهضمي بكل سهولة رح يرتبط بهذا المستقبل، رح يصير التهاب بذاك المكان، رح تسوء وضعية الجهاز الهضمي فتبدي الأعراض اللي ذكرناها. أكو سبب ثاني، طبعا هذا السبب مو أكيد وعليه دراسات بعد، أكو بكتيريا نافعة موجودة بالجهاز الهضمي وأكو بكتيريا نافعة موجودة بالجهاز التنفسي، ليناتهن أكو دراسات تقول أكو ربط ونوع من التوازن. إذا صار ضرر بالجهاز التنفسي أو صار ضرر بالجهاز الهضمي، مكان حيأثر على مكان، تصير خلل بالبكتيريا النافعة ووحدة تأثر على الثاني. يعني إذا صار خلل بالجهاز التنفسي قد تأثر على البكتيريا النافعة اللي موجودة بالجهاز الهضمي، ورح تبدي الالتهابات والأعراض والوضعية تسوء، والعكس صحيح.